بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. الإنسان بين الألم والأمل والعمل والأجل، أربع محطات يعيشها الإنسان في هذه الحياة. الإنسان كرمه الله عز وجل في قوله: ولقد كرمنا بني آدم، وكرامة الإنسان في آدميته. ربي خلق دمذان إكرميث، يفكيس زال، يفكيس القيمة. مظاهر التكريم كثيرة لا تحصى، أسجد الله له الملائكة. ربي يمر الملائكة سجدا لآدم عليه السلام، سجود التكريم. فقي الدليل باللي ربي يفكيس زال، يفكيس القيمة. أعطاه الله عز وجل من مقومات الحياة ما به يقوم ويحقق مقتضيات الاستخلاف فوق الأرض من هواء وماء وغذاء وكساء وإيواء ودواء. ربي سبحانه يفقد النعم يومذان أين سري يعيش، يحوج الهواء، يحوج مان، وجعلنا من الماء كل شيء حي. إفكيس ربي سبحانه يومذان أين سري يعيش ذي الدنيف. ثلاثة، إشقع سد إم والهن تلسى هدات البشرية. ربي شقعد إم شقعن إذ خلقيه باش أذبع أفره مسلمة أثكين دما. من مظاهر التكريم أن الله أرسل النبيين والمرسلين من أجل هؤلاء البشر باش يخرجوا من حالة التيه والضياع. جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت. كيف جئت كيف أبصرت طريقي لست أدري، أجديد أم قديم أنا في هذا الوجود. هل أنا حر طليق أم أسير في قيود، هل أنا قائد نفسي في حياتي أم نقود لست أدري. صاحب الطلاسم إيليا عبر عن هذا التيه وعن هذا الضياع. ربي شقع ديم شقعا بشد والهم إمذانا سفره مسلما أرثكين داما. اختمت أتنختم يعني سوى والنظام إمي ربي سبحانه وشقع دين قارو محمد صلى الله عليه وسلم يبد الشريعة التي بها اكتمل الدين. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اكتمل الدين عقيدة من خلال عقيدة التوحيد، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. قل هو الله أحد. اكتمل الدين عقيدة عبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. شريعة، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. أخلاقا وسلوكا، يكفي مسلك يوم السلام مثلا باش نحصو ونظر باللي الدينين نكمال يسميه ربي سبحانه نعمة ورضيت لكم الإسلام دينا. فأي الله هذا الإنسان، عندنا أربع محطات في حياة الإنسان: ألم، أمل، عمل، أجل. لا يقلال، هذه خلاصة الحياة. ألم
كلنا نعيش الألم. ما كان اللي ما يعيش الألم، هذا اللي عنده ألم في صحته مريض، وهذا عنده ألم في تجارته دار تجارة وخسر ألم يتألم، وهذا عنده مشكلة أخرى في قرايته، هذا عنده مشكلة في الغربة نتاعه، هذا عنده مشكلة في الأسرة، هذا عنده مشكلة مع الجيران، مع هذه الهموم، هذه الآلام داخلة في فقه الحياة. ربي قال الذي خلق الموت والحياة لماذا؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الألم، وكل إنسان يبتلى بما شاء رب العزة عز وجل، ولنبلونكم، سورة البقرة في الآيتين 155-156، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ألم. ثم المحطة الثانية أمل. الأمل هو الذي يدفع إلى العمل. السرم، أعلل النفس بالآمال أرقبها ما أضيق العيش. لولا فسحة الأمل، لو كان لش السرم إمذانا أذعش ذي الحي ثم قرآن ذي المحنى ثم قرآن، ولكن السرم ذن سيك سواظن أموظين أذن ذي في منيس أذي ذوي يتنادي سو السير ميكسا وين ياخذ من تجارة ذا شو في الصوغن باش وريح بسارة وريت سيسارة ذا السيرم أذي خدم أذي خدم وإن شاء الله هذي يربح. ياك ذي الأمور دوني ثمرة وين يسعنا السيرم أذي نادي أماكن بناني مزورة وين ذان يوفى والمحنة يكسايش ذي الدنيث في الهياس قرناكم كل محنة ثرنو ذي العقل أم كل محنة تزيد في العقل. وقالها شاعر حكيم زمان جزى الله المصائب كل خير ففي قلبها ولد الرجال. المحنة تربي في الرجزة، المحنة تربي الفهامة، المحنة تسك الصوافي واللاغ، المحنة تسك الميزاني لأقل ذينيني يقارني مزورة أم كل محنة ثرنو ذي لأقل. الأمل، الألم، العمل. المحطة الثالثة العمل. بعد الألم والأمل يأتي العمل. أي مثل ذا شو دينا ربي سبحانه عز وجل ينات ذي القرآن الكريم وقل اعملوا. خذ ما في سورة التوبة الآية 105 ربي وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ثفذا سو الخدمة ذي الناس ذي الخدمة ذي ثجرة ذي الخدمة يوث الآية 105 من سورة التوبة. أيضا خطر الأمل ما يزدغ أولاون مبلا الخدمة ثغل الذين. الأمل يملأ القلب نعم، ولكن لا بد أن يكون أملا دافعا إلى عمل. النبي محمد صلى الله عليه وسلم مقطفين فلاح إذ كيس أفوسك في ذران يأكل أفوس أسين أفوسك يحملي فربي ذنبي أفوسك تتصوى درجة جهنم تتسلم ثمس أي غر باش أسيف كفوذ إويني خدمن أذي رحمة ربي ويسينان
إن ياس ويني فغان سكسو سوودي وسينين مدنا سيدي إلا قاذي شروثي ذي. حديث صحيح رواه أمازيغي المسلم. أصدايودا ويني فغان سكسو سوودي وسينين مدنا سيدي، خطر العمل هو الذي يرفع من مقامات الناس. وسنين مدنا سيدي إلى قاذي الشروثي ذي العرق اللي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. ولاش وقف كنزال وقف كان القيمة إثيذي وخدام النوال ننفي وشفيح صلى الله عليه وسلم. إناد النبي صلى الله عليه وسلم باش أغين بهك من الله، وإلا قال نشتي ذي وخدام خاطي أخدام ثو عرفي ذي سيث مثلا زرف كان أخذ كون دوك ذي خدامان ما إلا تخذ مضريون أتسراج الله كي خلاص سوى شفعي الشاب ما إلا يفكيك ذي الوقت أتفرحه ما يكل فيك أكثر أتفرحوا ما يفكيك زيادة. وإذا كلفتموهم فأعينوهم، معنى المنحة التي تمنح للعامل بعد استيفاء أجره: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. هذا المعنى مترجم في حكم جليلة منها ما ذكر: أفكاسي وخدام لحقيس قبلت كوثي ذيس شرح الحديث ويني فغان سكسو سوذي وسنين مدنا سيذي إلى قاذي شروثي ذي. لذلك ورد في حديث صحيح النبي عليه الصلاة والسلام إمدينا: إن الله يحب العبد المحترف. ربي حمل ولا أمذان إسعى للحرفة إجري فاسميس الحرفة وديفقنا لشو الحرفة. المهم ذو الخذمة الشريفة سرين فايمانيس سرين فثوى شلتيس. إذن ربنا قال في آية القرآن في سورة التوبة الآية 105: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. المحطة الأخيرة الأجل. الحياة ألم يخفيه أمل وأمل يحققه عمل وعمل يفنيه أجل وبعد ذلك يجزى كل امرئ بما فعل. نكفى الألم نفوك الأمل نبضغ العمل ثورا نبضغ الأجل. الأجل أديوك مثلا ربي القرآن الناد: ولكل أجل كتاب. ولاش تخلقيث أرنت متساف أكو يدي خلق ربي ذي الدنيث يناد ثمدثيس ذا الموث. وإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. لذلك يثمثن الخاتمة تسا وين تسا من نسلا خرص أذكرز دونيثيس. الإيمان بالآخرة لا يعطل الدنيا بل يهذبها. ما دنيني أنا من نسلا خرص ما شي المعنى يسريج الدونيث أذيروح كان غلا آخر خاطي باش أمذان أذير دونيثيس سيد حيرث أذي زرع ذي الدونيث أين يغلف ذي الآخر. المؤمن الذي يفقه ما ذكر يحول دنياه إلى مزرعة يزرع فيها من الطاعات والقربات والباقيات الصالحات ما يجنيه في دار القرار ك
كما في قوله تعالى في سورة الكهف في آخر آية الآية 110: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. لذلك جماعة الخير وصلنا إلى الأجل، لكن لابد من بيان بعض المسائل. المسألة الأولى أن الذي يفكر في الموت لابد أن يعد لها العدة، في دنيا قصيرة ولو طالت، والحياة أقصر من أن نقصرها. الدنيف والزيلف ولا نيلا أمذن ساث وزيل الأمر، ولكن وري الزميرارة أدين الدنيف وغزيفث أخطر والزيلف لما غزيفث. الموت واحدة ولكن تعددت أسبابها. إمام الشافعي رضي الله عنه يقول: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء، وكن رجلا على الأهوال جلدا، وشيمتك السماحة والسخاء، إلى أن يقول: ومن نزلت بساحته المنايا فلا أرض تقيه ولا سماء، وأرض الله واسعة ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء. المرحوم ما يشبه هذا قاله شاعر آخر جزائري باللغة القبائلية يقول: صلت في النبي الطهر نتسان ضبن الشفاعة، فقصتن المثزي ثوعر أشحالي بردن ساعة، إكفو يغزف لامر لابد الدوض الساعة، تسد المس الخرف الليف شهدوري ثليف، تكفى الهضرة تسكليف الشهداء غير العالي، تسد المس الحرف الباغ ثوفد الهلك السبا، ورس زميرنا الطبان رسول الله بن القبان مشافع عليك تشيني، تسد المس المسينا تسد المس الحرف الثا الصوري وثهثوثا الروح يساد المرثا، لا تسسن الوراثة ربطا بموضوع الملتقى اليوم مشكلات الميراث، تسد المس الحرف الثا الصوري وثهثوثا الروح يساد المرثا، لا تسسن الوراثة كل ولكن يتمني المسينة، تسد المس الحرف الجيم المؤمنين يستحوي جيم غرس القرآن فيه جيم سيث مس إن شاء الله أتمنى أتمنى جيم أتمنى عمسي الحزاني، تسد المس الحرف الحاء نمس زيك اسمك صحا في بيت الله يقلحا إن شاء الله دنوفا كيمحا صلاة على العدناني، تسد المس الحرف السين أضروحة وسخة من الحصين نكيوك ذي الفعلي وذي سين يموت حسن ذي الحسين أمشي رمي ذير نكني، تسد المس الحرف الذال سيس موري الليل فذال في الهام زغلة السافال الفقير كذ الغني، تسد المس الحرف الضاء لحذف خذ من الفريضة لنسى إليس يفضى إلى قصفر القضاء ومد نث الفاني. وبعد الأجل إلى نسين أماكن سنة ومذياز إنس أتيت القبور فناديتها فأين المعظم فيك والمحتقر، وأين المذل بسلطانه، وأين المزكى إذا ما افتخر، تساووا جميعا فما مخبر، وماتوا جميعا ومات الأثر، تروح وتغدو بنات الثرى فتمحو محاسن تلك الصور، فيا سائلي عن أناس مضوا أما لك فيما مضى معتبر. وآي القرآن وبذلك أختم في سورة الزمر: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. ما بديش بهذوك الخير نخليهم إن شاء الله نسأل الله حسن الخاتمة. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها إلى آخره. هذوك يروحوا لهيه إن شاء الله ربنا يجينا جميعا من جهنم وأهوالها، وربي اجعلنا من أهل الجنة كما قال القرآن واصفا لمصيرهم الجميل الجليل الحسن. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبصار وفتحت أبوابها ورش وفتحت أبوابها حفص، وقال لهم خزنتها سلام 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 عليكم طيبتم فادخلوها خالدين. وأهل الجنة حينما يسمعون هذا الكلام يفرحون ويعبرون عن فرحتهم بقولهم كما قال القرآن: الحمد لله الذي صدقنا وعده
وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.